عودي معكم للمتابعة، ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا عالم صباح الفيسبوك وسؤالي عن أمور العلاجات التقليدية إذا بتتبعوها لعلاج بعض الأمراض إيه أو لا، وبعد شوية بنقرأ بعض الكومنتس ونستفيد من خبرات بعض. سوشيال ميديا مع علي كل يوم سبت مثل هالوقت، اليوم 7 إصدارات فاشلة من فيسبوك. صباح الخير علي. صباح النور، كيفك؟ تمام ماشي حال. اليوم ما عندك قصص على الشاشة، قاعدين على الطاولة. ما بعرفك بتحب الطاولة أكثر من الشاشة، فظبطناها. عنا طاولة الحوار أنا دايما ليك صديقي. سبع إصدارات فاشلة، يعني اعترف فيهم إنهم فاشلين من قبلهم ولا العالم؟ من قبلهم، لأنه discontinued يعني أوقفوهم، فهذا دليل انه فشلوا. فاشل في اصدار واحد منهم هو فاشل، ولكن لم يتم ايقافه. رح نوصل له باخر شيء تنعرف شو هو هذا الشيء اللي صار له 12 سنه فاشل. نعم. ولهلا ما عم يشيلوه وليه ما عم يشيلوه. اوكي بس قبل خبريه صغيره خاصه بفيسبوك كمان. فيسبوك قررت تفوت شيء اسمه سيرش ادز، يعني الاعلانات في خانه البحث. أوكي. نحن اليوم وين عم نشوف الفيسبوك ادز؟ عم نشوف الفيسبوك ادز ضمن النيوز فيد، يعني نحن وعم نفلفش عم نشوف البوست تبع اصحابنا عم يطلع لنا دعايات بيناتهم. اما اذا استخدمنا السيرش بار فوق وجربنا نفتش على شيء ما ببين لنا دعايات. أوكي. فاليوم فيسبوك اكتشفوا انه في مطرح ما في دعايات، فهيك نحط فيه دعايات. اوكي، فرح نبلش نشوف اعلانات قريبا لما نعمل سيرش، حتى لما نعمل سيرش على الفيسبوك. أوكي. بس هلا انا عم شوف ايكون جديده بالفيسبوك اللي هي هيك مثل بيبل فوق كليتي بيبل، اللي هي جروبات ما كنت شوفها قبل. هلا هاي هلا يعني ضمن الفاشلين ولا ضمن؟ لا هي خاصيه قديمه اللي هي جروبس، ولكن عم هينو الوصول لألا ما عملوا بالفيديوز مؤخرا. نعم. صار في كبسة واحدة دغري نقدر نكبس عليها لنشوف كل الجروبس اللي احنا فايتين عليها وشو في ابديتس. اوكي، لانه أوكي. يعني اليوم اذا بدك الفيسبوك يقسم الى اشخاص، الى صفحات والى مجموعات. نعم. فاذا بدنا كل شيء بنعرفه، كل شيء بدنا اياه من الجروبس عم يجربوا يجمعوه بمكان واحد. كيف بنعرف اذا ناجحه او لا؟ خلينا ننطر شهرين ثلاثه نشوف اذا بيشيلوها ولا بيتركوها. اوكي تنبلش هلا بالسبع اصدارات في قصص كثير قديمه من هو، يعني اللي عم يحضرنا اذا مؤخرا انضم على الفيسبوك يمكن حتى ما يكون بيعرف انه هو اللي موجوده، او في منهم ممكن يكونوا نوستالجيا لبعض الناس انه يتذكروا انه ايه مزبوط كيف كانت موجوده هاي الشغله. اوكي، حنجرب هيك نحكي عن كل وحده على السريع وشو الغريب فيها وليه فشلت. اوكي، اول شغله هي فيسبوك جيفت، هدايا الفيسبوك. مثل اوكي بال 2008 اول ما طلع الفيسبوك كان فينا نهدي بعض امور فيرتشوال، يعني امور افتراضيه. في ابعث لك دبدوب افتراضي مثل ايموتيكون يعني. ايه بس خليني اخبرك شغله، ما كانوا ببلاش. كنا ندفع المصاري. اوكي، يعني كان انا ابعث لك ورده، ابعث لك دبدوب، ابعث لك ترو كريديت كارد، صندوق شوكولا مرسوم على الشاشه، يعني ادفع حقه مصاري. اوكي، يعني كانوا عم يجربوا انه حتى نشوف مين مستعد يدفع حق قصص افتراضيه غير موجوده. اوكي، هلا يعني ما في داعي نقول ليه فشل هيدا الشيء، لانه ما حدا رح يدفع حق شيء فيرتشوال اليوم نبعثهم بالكبسه. هلا اللي جربوا يرجعوا يعملوه بال 2010 انه حولوا هالامور لامور حقيقيه، يعني خلونا نجرب عن جد. اليوم بنقدر بال 2010 صار في ناس تبعت لبعضها هدايا من خلال الفيسبوك توصل عبيت الشخص، يعني اغلبهم كانت هدايا الى حد ما معنويه، يعني صندوق شوكولا، علبه شوكولا، بوكي ورود، اكثر شيء للاعياد الميلاد، للانيفرسريز، هدايا للاصحاب هيك رمزيه. بس كمان ما كتير قلع هذا الموضوع، لانه نحن ما بنطلع بالفيسبوك كمكان تنشتري هدايا ونبعته للعالم. صحيح. بال 2012 جربوا يعملوا جيفت كاردز، شيلوا كل هو، صار فينا نبعث لبعض جيفت كاردز يعني مختلف الماركات والمحلات لحتى لأي شخص يشتري اللي بده إياه فيها لهيدي الجيفت كارد. كمان بال 2012 ما مشي حال الجيفت كارد. نعم. الجيفت كاردز لآخر شيء خلص فيسبوك جيفتس رسميا أعلنوا إنه باي باي، ما راح بقى نعمل فيسبوك جيفتس. اكتشفوا خلص إنه العالم ما بتستخدم الفيسبوك لتبعت هدايا لبعض، في غير مواقع تحديدا لهيدا الشيء فيها اكيد اختيارات كثير اكبر. نعم. اوكي، فيسبوك ايميل كمان كانت تجربه من فيسبوك، اللي هي انه خلوا كل شخص يصير عنده ايميل.
يعني علي at facebook.com كيف at gmail يعني بصير نبعث لبعض ايميلز. ايه مظبوط. هاي اصدروها بال 2010. ايه هلا انا شخصيا بسمعت فيها قلت والله رح تكسر الدنيا هاي. بس 2014 اعلنوا ايقافها كليا لانه ماسك كان في تبني كتير كبير للفكره، الناس ما حبت تستخدم الفيسبوك. ما في برايفسي كان يعني؟ لا لا كانت برايفت كليا، بس اني اوريدي كان عندهم فيسبوك مسجز وكان الايميل بيوصل على المسجز. اوكي. فبس الفرق الوحيد انه انا تبعت لك هذا الشيء في ابعته من اي ايميل، ما ضروري يفوت على الفيسبوك تبعته. مزبوط. اوكي. فكمان يعني اللي اكتشفوه انه الناس ما كتير اهتمت بهذه الفكره، كانت شغله ما تم تبنيها بالشكل الكافي وتم ايقافها. يعني اليوم ما في حدا يكون عنده ايميل at facebook.com. اوكي. ثالث شغله هي اثنين ابلكيشنز نزلوهم الفيسبوك تيجربوا يضاربوا على انستغرام، عفوا على سناب شات. نعم. اول وحده هي اسمها البوك اب. بوك اب اصدرت بال 2012 وتم ايقافها بال 2014. الفكره كانت شبيهه جدا بسناب شات، بنبعت فيديو او صوره وهيدا الفيديو بعد 10 ثواني بيختفي. اوكي. اوكي ما فينا نحفظه، ما فينا نعمل فيه شيء. 100% مثل سناب شات بس تم ايقافه. بال 2014 جربوا ينزلوا شيء ثاني بديل له اسمه سلينك شوت. كمان كانت ابلكيشن تابعه لفيسبوك، هن صنعوها ضمن بشركه فيسبوك. كانت الفكره من وراها انه انا في ابعث لك صوره بس ما فيك تشوفها الا لترد علي قبل. اوكي. اوكي تيجبرو او بتقول ما بدي اشوفها. كمان بعد سنه بال 2015 ما نجحت هيدي الفكره. نعم. واثنيناتهم بوك اب وسلينك شوت اختفوا من على من الوجود. اوكي. رابع شغله هي فيسبوك هوم. فيسبوك هوم بال 2013 بالتزامن مع منتج تاني اسمه فيسبوك فون نزلوا مع بعض. فيسبوك هوم كان بيحول اي تليفون للتليفون عايش بعالم الفيسبوك. يعني صارت الهوم بيج تبع التليفون فيها كل شيء، عم يوصلنا ابديتس من الفيسبوك دغري اول ما نفتح التليفون، يهين حياتنا انه نحن اذا بدنا نتواصل مع اي شخص عبر الماسنجر فينا نعمل هيدا الشيء وين ما كنا بالتليفون او شو ما كنا عم نعمل. يعني بيحولنا التليفون لعالم فيسبوك. كمان بال 2014 ما نجح هيدا الشيء، اكتشفوا انه ما في تبني كبير لهيدي الفكره، الناس ما بدها تحول التليفون تبعها لفيسبوك كله. أوكي. وكمان الفيسبوك فون اللي هو التليفون تم اصداره بالتعاون مع اتش تي سي، كان اسمه الرسمي اتش تي سي فيرست. كان يعني فيسبوك تبنوا هيدي الفكره تيضاربوا على جوجل يلي هي كمان كانت عم يكون عندها التليفون الخاص فيها ولليوم بعدهم جوجل. بس بال 2013 نزل هيدا التليفون قد ايه باع؟ 15,000 وحده فقط. اوف 15,000 يونت بالمقارنه اذا عم نحكي اليوم عن اي تليفون تاني ببيع بالملايين. بس ليش شو ما اهتمت الناس فيه؟ ما اهتمت الناس انه فيسبوك فون. بالاضافه انه كان التعاون مع شركه اتش تي سي اللي هي يعني الماركت شير تبعها اقل من غير شركات. هو اللي كانوا الفيسبوك هوم والفيسبوك فون. السادس شغله هي فيسبوك كريدتس. فيسبوك بال 2011 قررت تصدر عمله خاصه فيها، عمله افتراضيه على الفيسبوك بنستخدمها لنصرف بالالعاب وبالابلكيشنز اللي موجوده على فيسبوك. كان بندفع مصاري لنجيب هيدي العمله ونصرفها. بين 2011 وال 2013 كانت الحياه قصيره لهيدي العمله، كانت سنتين تقريبا. وبعدين كمان ما كان في تبني كتير كبير لها، شالوها. صار فينا نحن يعني الناس اللي بتشتري اي شيء على الالعاب الجيمز اللي موجوده على الفيسبوك صار فيها تستخدم الكريدت كارد والعمله العاديه تبعيتها. نعم. اخر شغله اللي هي قلت لك هي يعني من افشل البرودكتس عند الفيسبوك ولكن لليوم بعدها موجوده هي البوك نكزه. لليوم ما حدا بيستخدم هيدا الشيء بشكل كبير بس تركينا على الفيسبوك وكل مره بيغيروا لها مكانها هيك بس لانه كانت احدى اول الركائز هي اللي انبنى عليها يعني المقصد منها لانه عامل بوك لحدا بده يكون معه فريندز اذا هو قابل يكون حتى فريند أو لا لا البوك هي نكزه فينا مرات نعملها للفريندز او مش للفريند بس هي هيك نكزه مرحبا لفت انتباه. نعم. بلشت مع الفيسبوك وما عم يشيلوها بس هاي لمكانتها الرمزيه يعني بس استخدامها قليل جدا وكل مره بيغيروا لها مطرحها.
اوكي اوكي هودي فاز السيتي اللي شلون في شيء بعده موجود بس هو فاشل. هاي هي البوك بعدها موجودة كل مرة بيغيروا لها مطرحة ما عارفين شو يعملوا فيها. نعم نعم. هودي كانوا 7 اصدارات فاشلة من فيسبوك بالفعل. نصيحة اخيرة سوري يعني هارد لك لفيسبوك. نصيحتنا الاخيرة لليوم انه دايما بس يطلبوا منا اسئلة سرية نحن وعم نخلق حساب جديد على فيسبوك او اي تطبيق تاني. نعم. ناخذ هيدا الشيء بجدية نجاوب اسئلة مزبوط عشان هيدا الشيء رح يساعدنا نرد حسابنا بحال انه خسرنا. نعم. ممكن تتعامل مع العلاجات التقليديه اذا عندك شيء مشكله صحيه لا سمح الله. مرات بفكر فيها بتفكر ولا مره بجربها بس بفكر فيها. بفكر فيها. انا اليوم كنت عم بنصح المشاهدين باربع كبيات مي ميلي للسخونة الصبح وياكلوا من بعدها ب 45 دقيقة مش قبل. بتفيد كذا مرض وبتنظف الجسم، ممكن كمان تشيل كل الرواسب يلي بنجمعها قبل بيوم من الأكل ومن الأمور يلي بتفوت على جسمنا. بقى جربها إذا بدك من جد. لأنه مش غلط. إذا ما فادت يعني لأنه أنا قدرت شوفها بكذا مصدر قبل ما أقولها للمشاهدين على الهواء، وهي دراسة يابانية صارت على أكثر من 10,000 شخص وعطت نتيجة 100%. ثانك يو. شوفك السبت الجاي إن شاء الله. لكل المشاهدين بريك ومنرجع.